إن هذا القرآن أيها وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أكثر استقامة. إذن الأقرب للوصول للأهداف مش قالوا الخط المستقيم هو أقرب طريق للوصول للهدف واللف والدوران ليش واللف والدوران ليش؟ إن هذا كله تعقيب عايش على النبوءة. ما بصيرش نفهم المعنى بدون السياق. السياق نبوءة وهزيمة اليهود في المرة الثانية والأخيرة، أخيرة بعدها ما فيش في فلسطين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 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 من غيرها، واللي بتوصلك للأهداف في أقرب طرقها. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لمين هذه البشرة؟ طب إذا القدماء تبشروا من يومها في الآية هاي، بس أنتوا أكثر ناس مبشرين فيها الآن، معناته أنتوا على فكرة بدأتوا تتحولوا مؤمنين يعملون الصالحات فعلا. وإحنا دائما من دين نفسنا ومنوزن في ميزان الذهب، في ميزان الذهب. لكن أنا شايف لا، وين كانت الأمة وإحنا صغار شايفينها، وين الآن الأمة عم تصلح. طب تقولوا لي كيف تصلح في طب القضية الفلانية ويا سبحان الله كأنه ما بنعرف البشر إحنا، والمسألة ما بتيجي دفعة واحدة، ما بتيجي دفعة واحدة. هذا اليوم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبيبين لك بالضبط أكثر طريق للوصول للأهداف، وأسلم طريق وأشرف طريق، وبدون أنه يكون في انحرافات أقوى. ويبشر مين؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، مش بس المؤمنين، لأنه ممكن مؤمنين ما يعملوش صالحات، هذا بيخرجوش من الإيمان، بيخرجوش من الإيمان كونه بيعمل مرات صالحات. لكن هون عم ببشر مين؟ وهذا ببشرك انه معناته الامة بتتحول لايش؟ مؤمنين يعملون صالحين. كل الامة لا، ما بيجيش زمان كل الامة. العبرة دائما في ايش؟ الرأي العام، ما يسود. اما صالحك فهذول بيكونوا موجودين في كل زمان ومكان الى يوم القيامة. في زمن الرسول كانوا موجودين، لاحظوا وين؟ في المدينة، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ومين كمان؟ والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذا فيه مع ذلك في النهاية كنتم خير أمة أخرجت للناس. هو يعني بروحوا الصعاليك كلنا بظلهم موجودين. العبرة بإيش دائما؟ إيش اللي بيسود؟ إيش اللي بيسود؟ إيش الناس بشكل عام؟ حتى لما بيذنب بيكون شاعر بالقصور، معناته الامور تمام لحد الان. يعني حتى المذنب اللي بيشعر انه انا اخطات ويعني بيستحي فيها، معناته الامور تمام. بيستحي فيها معناته الامور تمام. تمام وين؟ تمام في المحيط، وتمام فيه هو. هو معناته لا يزال قلبه حي، والمحيط معناته بخليه يخجل. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. انتوا أن لهم أجرا كبير، أجر كبير دنيوي أخروي. بس ما هو هذا بده يصير فيه قتال، وبده يصير فيه تدمير، وبده يصير فيه قتل. طب بخاف إنه هذا، منخاف إنه يكون هذا إيش؟ منخاف إنه يكون هذا مؤخذين فيه. لا، حتى في هذه أجر كبير، لأنه معناته في جهاد، في 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 صبر، في مصابرة، في مجاهدة. في ناس بسقطوا على فكرة، انت بتصمد، في ناس بسقطوا انت بتصمد، هذا اجر كبير. ليش؟ مين قال انتوا الان ما في كثير؟ في ناس كما قلت بيستسهلوها، بسقطوا الان في احضان، بصيروا جواسيس وغير جواسيس، مش بس جواسيس وتفاصيل. ما هي الجاسوسية اشكال والوان، اشكال والوان الجاسوسية، اشكال والوان. في ناس بضعفوا بسقطوا، انت ما بتسقطش. ليش؟ اجرك كبير انت الان، انت اصلا موجود في بؤرة الصراع، وجودك في بؤرة الصراع، كونك انت ما تسقطش هذا في حد ذاته اجر عظيم. المعركة حتى تنتهي
المؤمنين هذول اللي بيعملوا الصالحات وبيستمروا حتى نهاية المطاف هذول منبشرهم أجر كبير دنيا وأخروي. ما هو أصلا الأجر، أصلا الأجر الأخروي نتيجة إيه؟ الدنيوي، الدنيوي. فإحنا بنشوف ناس بسقطوا، في ناس بيبيعوا ولا بيبيعوش أراضي لليهود سقطوا. طب في ناس بيملكوا آلاف الدنومات بقول لك أنا لو كل الأرض طوبوا لي إياها مش مستعد. طب هذا يعني بده يروح ثوابه هدر؟ هذا شو اللي خلاه هذا يصمد بهالطريقة هاي؟ وممكن يكون فقير، ممكن يكون فقير وغني في بلاده اللي أخذوها اليهود ومش راضي يبيع، مش راضي. هذا إيش يعني؟ هذا إيش؟ هذا معناته ثوابه أعظم مما تتصوروا. في ناس تسقط، في ناس تسقط، في ناس سقطت وشفناها، وفي ناس سقطت وبعدنا مش شايفينها، مش هيك؟ كله بتكشف. لكن هو ببشر مين؟ إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.